بزاف المناطق طرابلس كلها، ضيوف عندنا الحمد لله هنايا، وان شاء الله الدوري يكون ناجح باذن الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. اولا رئيس الدورة الرمضانية الثانية المقامة في ملعب النفليين الترابي لهذه السنة. نظام الدوري، طبعا الدوري بادئ من بداية شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله تعالى. وصلنا لمرحلة اللي هي المجموعات إن شاء الله، هي الدور ربع النهائي. الدوري هذا ثاني نسخة بعد الأولى المقامة في سنة 95-96، المسمى باسم المرحوم محمود الجزيري. هذه الدورة بإذن الله تعالى حنستمر فيها بإذن الله تعالى لمواسم قادمة. وثاني شيء نشكر كل من ساهم من أهل المنطقة ومن الرعاة في إنجاح، أو ساهم بشيء أو حتى بالكلمة الطيبة لإنجاح هذه الدورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم انطلاقة الدوري الرباعي، دوري النفليين بين سلين والهضبة البدري، وغدا إن شاء الله بين النفليين والسقوزي إن شاء الله. وعندنا يوم الجمعة إن شاء الله ستقام مباراة بين قدام الأهلي وقدام النفليين، وفي إن شاء الله حفل تكريم، في إفطار جماعي بالنسبة لمباراة الكأس يوم السبت. عبد السلام محمد دفاني أحد المتعاونين الأساسيين مع فريق مع اللجنة، ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نعطي الصفة الجماعية للجميع بالتعاون، نزرع الود، نزرع المحبة في شباب النوفلين، وحقيقة حقيقة حقيقة حتى ما نكونوش نكرين للجميل، إن الجميع تعاون وزرعنا روح الود والألفة، وهذا هدفنا بالأساس إلى جانب الرياضة. وزي ما يقولوا عادة، الرياضة ليس حز الكؤوس ولكن تهذيب النفوس، واحنا نقولوا في علجانا قديمة الرياضة مثلث متساوي الأضلاع، ضلعها العقل والجسم وقاعدتها الأخلاق. نحطوا على شبابنا على زرع الأخلاق والود والفتنة، والحمد لله نجحنا إلى حد ما، واستطعنا ان احنا نزرع الود ونزرع المحبة بعيد على كل، وجو الرمضاني بهيج والناس فرحانة والناس تريض، والرياضة طبعا يعني مش بالسر لو نقول اللي عزت فيه السياسة وعزت فيه الكبير، قدرت الرياضة تقرب القلوب وتألف وتود، واحنا جدا 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 فرحانين، ونهني انفسنا قبل نهني الغير ان احنا استطعنا ان نديروا لمسة فنية جميلة جدا 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 في الدوري، ودورينا الحمد لله موفق وماشي كويس. صراحة الأجواء حلوة وبارك الله فيهم، حق دوري منظم و100 100 ان شاء الله.